أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى الأرى الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر يا الله أكبر يا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. كما ترون أدى المسلمون في هذه المدينة المباركة مدينة المحمدية صلاة العيد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد صلاة ركعتين استمعتم إلى الخطبة وأنتم ترون العدد الغفير من المؤمنين والمؤمنات الذين جاءوا لأداء هذه السنة وإحيائها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن ينصر أمير المؤمنين الذي يعمل على إحياء هذه السنن والحفاظ عليها في هذا البلد الأمين. وبارك الله فيكم. شكرا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب وتبرتجوا الفيديو مع أصحابكم وديروا جيم. وما فيها بس إذا خليتي وشي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.